جميلة العلمين وجميلة بلدنا. لما بشوف المنظر بتاع العلمين واللون الفروزي ده بتاع البحر والعلمين نفسها بهذا المعمار الراقي الجميل المختلف، بتمنى إنه لأ يكون عندنا مدن سياحية كتير بشكل جديد وشكل حديث. اللي بيعجبني في العلمين إن دي رؤيتنا الجديدة، يعني يمكن عندك مدن ساحلية كتير قديمة وموجودة، لكن العلمين فيها روح الحداثة وفيها الروح الجديدة، والمهرجان بقى عمل لها أجواء حقيقي رائعة، يعني عمل ونس كده في الساحل، عمل حالة حلوة، عمل حالة على الشاشة. الناس اللي ما كانش عندها فرصة أنها تنتقل وتروح استمتعت جدا بأنها تشوف حفلات كل أسبوع وتتفرج، أو اللي ما بيلحقش يدخل على المنصة على واتشت. وبالتالي مصر كمان قدمت العلمين بشكل جميل، يعني مكان جميل يستحق فيه أنك تكون تعيش فيه طول السنة، أو أنك تتعلم فيه، أو أنه كمان تكون مدينة سياحية ومدينة ترفيهية مليانة فنون. والحقيقة المهرجان نجح في ده. هنكمل طبعا يعني معاكم كلام على المهرجان، لكن خليني أقول لكم هذا المهرجان الوليد قدر من خلال 50 يوم يقدم فعاليات مختلفة ومتنوعة، ودي تعتبر طبعا الدورة الأولى لهذا المهرجان اللي نجح باقتدار تحت شعار العالم عالمين. وطبعا العالم عالمين جميل باسمه، وكان ذكي جدا أنه يتم الاختيار بهذا الاسم اللي بقى خلاص يعني مقترن به وهيحمل اسم المهرجان كل عام. كان في حفلات فنية لكل نجوم الوطن العربي، وكمان فعاليات ترفيهية زي ما شفتم، الحاجات اللي كانت موجودة في السماء في البحر، وكان في ألعاب رياضية، وشهدت المدينة الحقيقة فعاليات رائعة طول الوقت. كل ده بيأكد انطلاق مدينة جديدة ومهرجان جديد، وهو الأضخم في المنطقة العربية والشرق الأوسط. وكمان يمكن ده بيسمح لأنه الجو في مصر مختلف، أنت تقدر تعمل أجواء، هتلاقي فيه مثلا أماكن ما تقدرش تعمل فيها ده لأن جوها يا إما مطر يا إما حر زيادة عن اللزوم، لكن الحقيقة الأجواء كانت في العلمين حلوة وعلى البحر مباشرة، والمسرح كان رائع، وشفنا ده من كل اللي حضروا سواء الجمهور أو الفنانين اللي كان عندهم حماس غير طبيعي. الجميع كان بيقول دايما كلمة من قلبه، والناس يمكن السيدات وكل المطربات لبسوا ألوان حلوة، لون الفروز كانت موجودة طول الوقت في الفعاليات. تعالوا نروح لمراسلنا وزميلنا رامي محمد، وهو موجود طبعا مع يعني الفعاليات اللي موجودة، والنهاردة في ليلة بيحييها عمر كمال وفريق الصواريخ، وده موجود طبعا لايف. خليني أروح لمراسلنا رامي محمد. مساء الخير يا رامي. مساء الخير عليك ومساء الخير على كل متابعينا من ممشى مدينة العالمين الجديدة. وخليني أقول لك زي يعني من بعض الجمل اللي اتكلمت عنها، هي حالة الونس اللي عملها مهرجان العالم عالمين بالفعل يمكن متجسدة بشكل كبير جدا في أغلب الأماكن في مدينة العالمين الجديدة، وتحديدا الممشى اللي موجود فيه دلوقتي حالة من الونس بين كل الحضور وحالة من البهجة. بنتكلم عن الأسرة المصرية بالكامل بكل فئات الأعمار ومختلف الأعمار موجودين هنا، من صغار وشباب وكبار، وكمان الأسر العربية والعديد من زوار لمدينة العالمين الجديدة عشان يستمتعوا بفعاليات مهرجان العالم عالمين. طب وزي رامي، ما اتكلمنا رامي قول لي حاجة، ليه حالة من التنوع الكبيرة جدا. لو اتكلمنا عن المناطق المختلفة في مدينة العالمين اللي بيقام فيها عدد من الأنشطة، منطقة العالمين أرينا اللي موجود فيها عدد من الحفلات الغنائية، واحنا الآن بصدد واحدة من هذه الحفلات اللي هتنطلق كمان شوية، كمان عدد من الفعاليات والأنشطة المختلفة اللي بتقام في سواحل وأيضا كمان شواطئ مدينة العالمين. لو اتكلمنا على خلال ايام المهرجان اللي انطلق من 13 يوليو واستمر حتى الاول من سبتمبر، بنتكلم عن اجنده متنوعه ثقافيه ترفيهيه رياضيه. طيب رامي، موسيقية، رامي انت فيها سمعني؟ انشطه كبيره جدا ومختلفه ومتنوعه. طيب رامي، يعني طبعا يعني سمع. انا معاك في كل اللي انت بتقوله ده، لكن النهارده الجو حر في القاهره، بس انا متاكده، انا شايفه انت واقف مبسوط، والاجواء اكيد في العالمين درجه الحراره اكيد اقل، وشايفه كمان رغم ان النهارده 31 اغسطس الخميس، بس شايفه الحركه وراك، الناس لسه عندها نفس الحماس والنشاط. يعني صحيح. الانطباع الناس ايه اللي حواليك؟ يعني زعلانين انه المهرجان بينتهي؟ ويعني انا عملت اكتر من جوله
عملت أكتر من جولة موجودة سواء في الممشى أو في عدد من الأماكن الموجودة في مدينة العالمين الجديدة، وكان لينا لقاءات مع عدد من المواطنين سواء امبارح والنهاردة، واحنا بنتكلم عن الحالة من الونس، الحالة من البهجة اللي موجودة. الأجواء فعلا لطيفة، حتى الطقس ما كانش فيه حر بالذات، كمان مع انكسار ساعات النهار وبداية ساعات المساء الأولى، حالة من الأجواء اللطيفة اللي موجودة سمحت بأن الناس تكون موجودة في شوارع مدينة العالمين، في ممشى مدينة العالمين. كان لنا كلام كتير جدا مع المواطنين، منهم اللي اتكلم ان هي اصبحت الان يعني لاند مارك، اصبحت الان علامة بارزة جدا لمنطقة الساحل وكمان لمدن الساحل، وبنتكلم عن مدينة جديدة بشكل كمان رائع، بنتكلم عن الانشاءات اللي مختلفة، اي مكان بيتصور فيه اي مواطن هنا بمعروف خلاص المكان هو فين، مدينة العالمين الجديدة اصبحت الان واجهة ومقصد سياحي كبير جدا. كمان كان لنا لقاءات مع المصريين المقيمين بالخارج، ان هم اتوا خصيصا لمدينة العالمين لقضاء العطلات فيها، كان في حالة من الابتهاج بشكل كبير جدا بالمكان وكمان بحالة الطقس الرائعة اللي موجودة فيه. رائع رائع. طيب رامي، كلمنا أخيرا كده سريعا عن حفلة النهاردة، الصواريخ وعمر كمال، أعتقد أنه في أجواء شبابية والشباب بيحبوا يحضروا الحفلات دي، فكلمني عنها. هو بدأ فعلا الجمهور من ساعات المساء الأولى ان هو يأتي للإقبال على الحفلة، لكن لسه ما انطلقتش حتى الآن، يعني بدأت العروض الخاصة بالعروض الإضاءة والعروض الموسيقية للجمهور، لكن حتى الآن لم تنطلق الحفل، لكن البوابات وأيضا الأماكن مفتوحة لكل الجمهور لكل الزوار للقدوم للاستمتاع بهذه الحفلات، لكن حتى اللحظة لم تنطلق بعد، لكن انطلقت العروض الموسيقية وأيضا العروض الخاصة بالإضاءة من المؤثرات. أكيد أنا هسيبك تستمتع جدا يا رامي بالجو وبالموسيقى وبالفن وبالمهرجان. تحياتنا لك زميلنا العزيز رامي محمد، مراسل التلفزيون المصري من العالمين. شكرا رامي.